620,000 عدد قليل. الكرة مش مظبوطة، انما ياخدها ايمن شوقي وماشي ايمن وبيشوطها وتغير اتجاهها وتيجي الجول الاول للنادي الاهلي في اول 5 دقايق. بيشوطها ايمن شوقي اهي تغير اتجاهها في سنتر باك نيوما وتخش على يمين شيلينج. طبعا الجول في اول 5 دقايق والماتش بره. شايفين لعيبه النادي الاهلي مبسوطين. من فترة هي النادي الاهلي ما حققش نتيجة كبيرة مرة طويلة ناحية الشمال. علاء ميهوب، مجدي عبد الغني ويحطها على شمال شيلينجا. كرة حلوة لمجدي، قاطع مجدي عبد الغني كويس وتلعب له طويلة ويلمها وبشمال ويجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. انما الحقيقة مجدي برغم انه بيلعب في خط الوسط المدافع انما اكتسب في السنتين اللي فاتوا. اهي كرة طويلة حلوة وبيلمها، هي اللي لما الجول لمها كويس قوي من ميلوتا ويحطها بشماله. تاني هجمة للنادي الاهلي هتاخد علاء ميهوب وايمن شوقي لحسام حسن ليوما تفوت وتروح لعلاء والجول الثالث للنادي الاهلي. ليوما الراجل اللي هو اقوى واحد فيهم واطول جسم فيهم يغلط وتروح لعلاء ميهوب على طول بشماله. الثلاث اجوال مش شاطين بالشمال ويجيب علاء ميهوب الجول الثالث للنادي الاهلي. انما كويس اوي في شوط من بره صحيح، يعني الكره في الجول انما لو ما اتشطتش مش هتيجي جول. شاط علاء كويس بيبقى الشمال يستغل غلطه اهي، كره جامده الحقيقه وتروح على يمين شيلينجا. علاء اكتسب الحقيقه مجدي عبد الغني حاجات كتير قوي. وربيع ياسين هتاخد مع حسام حسن وربيع ياسين ماشي وجوه الجول، الجول الرابع. انما كره حلوه جدا ونموذج لتحرك الباكات، يعني مش مقيد انه يكمل من ناحيه الطرف ربيع، ده مكمل من القلب. وحسام حسن الحقيقه ردها له هتاخد حلوه جدا وبيغطي نيوما ما يلحقش ويحطها على شمال شيلينجا ربيع ياسين. جول الاهلي ومحمد عامر لعبها لبدر رجب وعلاء ميهوب، وعلاء ميهوب منفرد وبيرقص بيرقص الجول والجول الخامس للنادي الاهلي. رقص علاء حلو قوي من بدر رجب، الخطيب لعبها له وبدر العلاء وعلاء بيرقص لوكالا وبالعقل يركنها يجيب الجول الخامس للنادي الاهلي والجول الثاني ليه.